هذا اللقاء حنناقش فيه أول 3 أيام بعد عملية أي عملية في مفصل الركبة، اللي هي بالعادة بتكون يا عملية لتصليح أو ربط الأربطة اللي ماسكة مفصل الركبة، أو عمليات لعملية ترميم للغضاريف اللي بنسميها الغضاريف الهلالية، بتكون على اليمين وبتكون على الشمال. شو المفروض نسوي بعد هيك عمليات؟ طبعا لعملية الفحص، هل هي الليجامنت أو هي الغضاريف أو اللي بين العظام، ممكن نعمل بعض الفحوصات. إذا بدي أفحص إنه في عندي تمزق مثلا في الرباط الصليبي الأمامي لمفصل الركبة، أو في الرباط الصليبي الخلفي، في هاي الحالة بعمل هذا الفحص. وأنا ثاني إجري بالطريقة هذه بزاوية تقريبا 100 درجة مئوي 100 درجة، وبعمل عملية الفحص هذا إني برفع في إيدي للاتجاه العلوي اللي أشوف إذا في عملية إزاحة للعظام. وهذه بتظهر إنه بصير في إزاحة في المنطقة هذه اللي حاطط عليها الإصبع بتقدم لقدام. في هاي الحالة إذا صارت عندي إزاحة للأمام مع آلام، إذا أنا عندي الرباط الصليبي الأمامي في يا إما تمزق كامل أو تمزق جزئي. إذا تمزق كامل في هاي الحالة الإزاحة بتكون أكتر وما بيكون في عندي آلام، بس إذا تمزق جزئي في هاي الحالة الإزاحة بتكون أقل بس مع آلام شديدة في آخر الحركة للأمام. طيب والغضاريف الهلالية، لواحد على اليمين وواحد على الشمال، كيف بدي أفحصها؟ بدي أفحصها إني أحطها تحت ضغط من العظام، من الجاذبية، من ثقلنا، وأعمل عملية اهتزازات وأشوف أي غضروف بعطي آلام، وفي هاي الحالة بقرر اليمين ولا الشمال. بوقف بالطريقة هاي وبحاول في البداية أوضع ضغط بسيط بس على الإجر هاي، وأحاول أرفع الإجر الثاني وأعمل عملية يمين شمال يمين شمال يمين شمال، وشوف الأعراض تاعتي منطقيا. ده بيكون في عظمة وبتكون في عظمة تانية، وفي غضروف على الاتجاهات، وفي غضروف تاني في الاتجاه المعاكس، وحركة الدوران هذه واللف بتعمل عملية إثارة، لأنه بنضغط بالثقل وبنضغط. ففي هاي الحالة إذا كان اليمين عندي المشكلة، فلما ألف اللفات هذه بتعطي الأعراض في جهة اليمين. هلا اللي عنده هيك حالتين، سواء الأولى في قطع في الأربطة أو الثانية اللي هو إعادة إصلاح وتنظيف للغضاريف وإزالة هذه القطع اللي بتكون خارجة من موقعها من الغضروف، لأنها بتسبب التهاب وبتسبب احمرار وبتسبب آلام وعدم قدرة على الحركة. فبيكون الخيار العلاجي. خلصنا الجراحي، خلصنا من الخيار الجراحي، عملية عن طريق الميكروسكوب، عملية فتح للركبة بغض النظر سواء لغضروف أو لأربطة تمزق. شو الشغلات اللي لازم نسويها؟ أول شيء الشغلات اللي بنخاف منها، اللي هي عملية التجلطات اللي بتصير في الأوعية الدموية والأوردة، خصوصا في منطقة الرجلين، وخصوصا في منطقة خلف العضلات السمانة في هاي المنطقة. أي ثبات وعدم حركة في الدورة، ولما نرفع إجرنا لفوق إحنا بدنا نسوي تمارين في هاي الفترة، بس مش تمارين نمشي ونتحرك، بدنا نعطي فرصة لها الغضاريف أو للأربطة إنها ترجع تبني. في هاي الحالة ما بدي أعمل عليها ضغط، بس لازم أحركها ونشطها وأعمل تمارين معينة. إذا طبعا الوضعية إن أبقى نايم على ظهري أو حاطط وأنا جالس، أبقى رافع، المهم إجري في وضعية. الحمد لله على السلامة، رجعنا. طيب نكمل.
أول شيء نحكي على الوضعية، لازم تكون في زاوية يعني أبو 10-15 درجة في الركبة زي هيك، يكون تحت محطوطة مخدة كويسة مريحة اللي تمنع ضغوطات على الأوردة والشرايين، وتكون في وضعية السكون تكون الإجر مرفوعة لفوق أعلى من مستوى الحوض. وأنا قاعد نفس الشيء أو أنا نايم لازم أعمل تمارين منع التجلطات في الساق. هذه التمارين هي عبارة فقط إني أشد وأرفع وأنزل وأحرك في حركات دائرية، أحرك الدورة الدموية، أعمل انقباضات في عضلات السمانة، أعمل مضخات إضافية ضخ السائل الليمفاوي وتضخ الأوردة الدم من الأوردة وتنزل لتحت وتمنع الانتفاخات. فهذه التمارين تنعمل 4-5-6 مرات في اليوم. بعد العملية لثلاث أربعة أيام لازم نستخدم الكمادات المياه الباردة الآيس، هاي بسيطة مياه باردة بنلفها بشيء وبنحطها مش بشكل مباشر طبعا على منطقة الآلام، مش على الركبة مباشرة، بتطلعوا يعني على منطقة الفخذ، يعني هاي المنطقة فيها دورة دموية كتيرة، فبنوضعها لمدة 10 دقائق أقصى حد، الكمادات الباردة أقصى حد 10 دقائق وبشيلها، وبرد استخدمها ممكن كل ساعة إذا كان في عندي انتفاخات كتير وبدي أخفف من حدة الانتفاخ والالتهاب. كمادات مياه الباردة كل ساعة كل ساعتين مرة. الشغلة الثالثة هو التمارين من أول يوم، من أول ساعة بتعملوا التمارين هذه، ممنوع الوقفة، ممنوع الحركة على المفصل إلا للضرورة. في هاي الحالة نستخدم الووكر، نستخدم العصاي، بس مش ممنوع نحط أي ثقل. وموضوع التمارين والثقل وقديش تحركوا وكيف تعملوا هذه العمليات البيتية، المفروض بعد الجراحة هم يعطوكم الأوراق والبرشورات والصور والتمارين ويقولوا لكم بتسووا كذا 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 كذا. أنا ما بدي أودي المريض على البيت وهو مش عارف شو يسوي وخايف، وهذا بيمنعه انه يتحرك، ومن هنا بتيجي جلطات، وهذه الجلطات ما بتكتفي انها موجودة بالساق، بتضلها طالعة لفوق. فهذه الحركة والتمارين والكمادات المياه الباردة في الفترة هذه 3 ايام كفيلة انها تطلعكم من الوضع الحاد. بعدين بيتم التدرج شوي 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 في التمارين لتقوية عضلات الركبة. وقلت لكم افضل نوعية تمارين ممكن تسووها اللي هي تجيبوا دراجة هوائية ثابتة تحطوها في البيت وتبلشوا من ارتفاع عالي شوية، ومع الايام بصيروا تنزلوا الارتفاع تاع الكرسي اللي قاعدين عليه. يعني اول شيء بتكون الكرسي عالية اللي اعمل عملية فقط حركات بسيطة في المفصل وحسب الراحة وبدون ألام، بصير أنزل الكرسي شوي شوي، كل ما نزلت الكرسي لتحت تحت الدراجة الهوائية كل ما زاد الحركة في الركبة بشكل آمن اللي أمنع الخشونة. فهذه بدها تكون بالتدريج. الشغلة الثانية موضوع وضع القوة اللي المقاومة اللي على الدراجة الهوائية، ببلش مقاومة بسيطة ومع الأيام بصير أزيد المقاومة عشان المقاومة لتقوية العضلات، وهذا اللي بدنا اياه لمنع مزيد من الخشونة ومزيد من ضعف العضلات واخطر شيء التجلطات اللي بتحصل في عضلات السمانة. بعد 3 ايام ان شاء الله بتقوموا بالسلامة، في هاي الحالة بتراجعوني وبنكمل بتمارين اقوى، بس هاي المرحلة بدها حرج. وكمان قبل ما اطلع، هاي المرحلة الاولى بدها زيوت عطرية دائما، الوصفات هذه اللي معمولة اهم وصفات معمولة من شحمة لية الخروف، خروف كويس بلدي اللي تاعته تسيح ويعمل منها زيوت، وهذه الزيوت تخلط مع المطحون، مطحون ناعم من حبوب الرشاد، حبوب الكتان، حبوب الخردل، وتندهن كلها مع هالزيوت هذه مرة لمرتين في اليوم، وخصوصا في الفترة المسائية. هذا هو اللي بده الجيلاتين الطبيعي اللي حيمتص بشكل سريع مع المواد اللي بتخفف الانتفاخ.
الفخاخات والالتهاب بشكل سريع، ولازم يكون موجود خصوصا فترة الليل، الفترة المسائية لما تروحوا تناموا اللي النوم تاعتكم كمان تكون مريحة، تبقوا رافعين جريكم ابو 10 سنتي بشكل مائل. واذا في امكانية بعد العملية لكم تعملوا عملية شبح الرجلين شوية، يعني الشبح بتعملوه على شكل ممكن البكرة هذه اللي فرجناكم اياها، انكم تحطوا بكرة في السكف وتنزلوا الحبل من فوق واجركم توضعوها، يعني تحطوها على علاقة اللي تكون مسحوب سحب للأعلى شوية، وتعملوا هاي التمارين اللي فرجناكم اياها في التعليق. هذه كويس كتير بعد العمليات، بعد العمليات ان ننام على ظهرنا نعلق اجرنا ونصير نحرك ونعمل التمارين. هذه حتسرع العمليات كمان، مش وقائية، هذه تسريع لعملية التئام الجروح، التئام هالخلايا اللي قعدنا وصلناها او نظفنا الغضروف، فبدنا نسرع من اعادة البناء بهاي الطريقة. فالدهن بالزيوت والتمارين والشبح والحركة بطريقة انه ما اوقف لسه بس اعمل كل هاي الامور، هاي من الاساسيات في المرحلة الاولى بعد 3 ايام من عملية اربطة في مفصل الركبة او عملية الغضروف الهلالي سواء على اليمين او على الشمال. شكرا لكم، تحياتي، السلام للجميع.